وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من اليمن رسالة بعث بها المستمع عبد الرحمن أحمد عبد الله، يسأل ويقول: هناك جدل في مسألة الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد كثر الخصام، فمن الناس من يقول إن الله لن يرى، ومنهم من يقول إنه سيرى، وكل منهم يأتي بالأحاديث وبعض الآيات الكريمة لنفي أقوال الطرف الآخر. أفتونا جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع وفقكم الله. قول أهل السنة والجماعة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع السنة بعدهم أن الله سبحانه يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون ويراه في الجنة أيضا، أجمع أهل العلم على هذا، أجمع علماء الصحابة والمسلمون الذين هم أهل السنة والجماعة على هذا، فقد دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بهية جميلة، إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحسنى جنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كفر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار علم أن المؤمنين غير محجوبين، بل يرون ربهم في القيامة وفي الجنة. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى ربهم في القيامة وفي الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تمارون في رؤيتكم، لا تضارون في رؤيتكم، كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب. كلام بين واضح يبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرون ربهم رؤية ظاهرة شرعية كما ترى الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس هناك سحاب. وهل بعد هذا البيان البيان؟ ما أوضح هذا البيان وما أبينه وما أكمله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه في الجنة أيضا. فمن أنكر الرؤية فقد صفه مرتد ضال. من أنكر رؤية الله للمؤمنين أن يرى له يوم القيامة في الجنة فهو ضال مرتد، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.